اي رمضانكم مبروك وسنين دايما يا سيدي. الله لا يقطع عنا عاده رمضان يجي ويجيب روتينه معاه النهار هذاك ما غير ما نحكيوا عليه. هاو كما بين الخدمه والقرايه وعركه من هنا ومن غاديك حتيكش نتروح للدار. قال شنيه محشي وبعد شقان الفطر عندك خيار من الزوز هذا، يا اما تمشي القهوه وتركش ولا محل ما صحكمش على خاطر خاف على صحتكم وانتم ما تعرفوا الوضعيه كوفيد وكبروا في على بكري، ولا هكا قاعد في الدار ولا مع العائله. اما منا ولا منا ماكش هرب من حويجه واللي هي المسلسلات والاعمال الرمضانيه الدراميه والكوميديه وغيرها. ولهنا عندي ما نحكي لكم، سامحوني اما نحب نتوغل فيه الموضوع على ذاك. برا جيب شربك وإجا اركش خلي نفرك الرمان. حسب ما ريت ولاحظت وهذا بطبيعة بعد إذنكم، وإنه شهر رمضان هو أفيون التوانسة وهو زاد الشهر المفضل عند السياسيين، مش على خاطر شهر التسامح والرحمة ويعملوا فيه الخير. نجم نقولوا إنه شهر رمضان يلهي التوانسة على السياسة والأحزاب والعرك والمعروف. هذا بطبيعة يساهم فيه الإعلام اللي يعوض البرامج السياسية برامج التطيب والبرامج الدينية والمسلسلات. مش في التلفزة كهو ينقص الحديث على السياسة، أما حتى في السوشيال ميديا الناس غاديك تنقل من الحديث على السياسة للحديث على المسلسلات. تيريكم تقولوا خير نرتاحوا من عركهم وحسهم ونتفرجوا في حاجه تصلح. ولهنا تبان لنا الخصوصيه نتاع شهر رمضان. تقريبا اغلبيتنا يتفرج في التلفزيون، يتفرج في المسلسلات والسيت كومات والكاميرا كاشي، ونرجع نتفرج في البرودوي التونسي بعد ما تلهينا في سير الايام نتفرجوا في سيريات مش نتاعنا من دول اخرى. الحاجه هذه يفسرها الاستاذ في علوم الاتصال والاعلام العربي شويخه بانه الموروث الثقافي الجامعي يخلي الناس تستهلك نفس الحاجه في نفس البريود. ابداها مشتربه والبريك والصوت عليه براق وهو يقرا في القران والابتهالات قبل شقان الفطر واسماء الله الحسن تعرض في بوشناق. هذا الكل يخلق حاجات انكما بيناتنا. وحتى عالم الاجتماع ايميل دركيم حكي على الفضائية وقال اللي هي من اقوى لحظات الوعي الجامعي. هالوحدة هذه اللي حكي عليها دركيم النجم حسوها في وقتنا تو، وقت اللي استهلاك الاعمال الرمضانية في التلفزة يولي يعبر على ذاكرتنا هويتنا وكليشيات بتاع رمضان. من تنجيزة هذه من سياسة الاعمال الرمضانية نقاو النقاد السياسيين ينجزوا يوليوا يحلوا في الاعمال الرمضانية وهذا به وهذا خايب وهذا الطيارة وهذا قلة تحيل. ابريتو كل شيء المتفرج فارس والله لا يقطع لنا عاد. كي نجيو نشوفوا نقاو ان المسلسلات قاعده تقدم في الكاليتي نتاع التصوير نتاعها، اما فما برشا انتقادات لها خاصه في السيناريو اللي فما ناس يقولوا انه ضعيف وما هوش في المستوى، خاصه في الاعمال الكوميديه اللي ولات بازيه على الغشه واللهجات والبلاده. اما حتى في الاعمال الدراميه ماناش ناقصين. العام اللي فات وصلت لهيكا نبهت على الحوار التونسي وقتلهم اللي مسلسل الاولاد المفيده لازم يتحط بعد العشره وتحطوا موان سيزون. وكيف كيف السنة الهيكا فرحت بتلفز الكل وفرضت على مسلسل الجاسوس انه يحط موان سيزون ويتعدى بعد العشرة ونص، وكملت نبهت على تلفز الكل اللي هما مخلفين القواعد تاع الشهر. هذا بخلاف ما تيسر من العنف اللفظي ولا كيف ما تسميه الهيكا اللغة المتدنية ومشاهد بتاع العنف والقتل وغيره. مثلا يا سيدي في المسلسلات نتاعنا نلقاو انه فما برشا عنف ستيريوتيب ضد النساء، وحسب تقرير خرجته الهيكا في 2019 على ايماج تاع المرأة في المسلسلات التونسية قالوا انه المرأة تتسب ثلاثة مرات في الساعة. اي نعم ثلاثة مرات في الساعة. وفي تقرير اخر في 2017 الهيكات قلنا وانه المتفرج العادي كي يقعد ساعتين قدام التلفزة يتفرج في 227 مشهد نتاعهم. اي نعم كيف ما سمعتوا تتفرج العبيد وتسبني ميسالش المهم ندخلوا الفلوس هكا يخموا تلف. على ذيك اللوديمات والبوز نحبوا كلكم، وانه ما فهميش طريقه كيفاش باش نقيسوا قداش من عبد بالضبط اتفرج في المسلسل الفلاني ولا التلفزه الفلاني. والارقام اللي يخرجوا لكم الكل كلها سونداجات واستطلاعات راي. دغون فين يا زرقوني تمشي تسال قداش من عبد وتجي تقولنا المسلسل هذاك الاول والتلفزه هذيك الاولانيه. هالميديا مثريه ذي مشكل كبير في تونس، والهيكا عندها برشا وهي تجري وتحربت تحب تقنن الحكايه ذي. قبل الثوره كانوا عندنا زوز قنوات حكوميه، تونس 7 وقناة 21 وزوز قنوات خاصة حنا بعد ونسمع. وقتها الانتاج كان على قد، ويرحم والدين الخطاب على الباب وشوف لي حل اللي لتو مازالوا يتعادوا والعباد مازالت تتفرج فيهم ويضحكوا على نفس الفازات اللي عندهم 20 سنة. بعد الثورة القطاع الخاص بدا يفك في بلاصته وولاو عندنا أكثر قنوات خاصة وشركات إنتاج، واللي يعمل نسبة مشاهدة أكثر ياخو أكثر إشهارات وذراعك يعلف. الكل نعرفوا أنه قوة رأس المال عندها قدرة كبيرة على التأثير، وكي تدخل الفلوس في الإعلام يولي فاسيلمون تنجم تكونتروليه وتسيطر عليه، واللي عنده البحيم ينجم يحط الكونتوني اللي يحب عليه. وساعات يصير ديل بين المستشارين والتلفز باش تصير بليسيتي ماسكي ويتعديو الإشهارات من غير ما تحل بهم، يا إما في كلام ممثلين وإلا حتى في الديكور. ولهنا
الكلنا نعرفوا انه القناة الخاصة متنجمش تعيش ما غير فبليسيتي، على عكس القنوات العمومية اللي تخلص مع دافعي الضرائب. باش تعرفوا قديش هالرمضان مهم برشا للتلافز، حطوا في بالكم وان الروسيت اللي دخلوهم الفبليسيتي تجي بين الربع والثلث نتاع اللي دخلوه في عام كامل. وفي السنين الاخرى التوانسة ولاو يفدوك ويقولوا وانه الاشهارات اطول المسلسلات بيدها. ولهنا لازمكم تعرفوا انه حسب القانون كل تلفزة ما عنديش الحق تفوت 12 دقيقة إشهار في الساعة. ولا محالة السناء الهيكا كبرت قلبها وشافت وإنه فما كورونا وكاسدة على التلفز وعطاتهم 14 دقيقة إشهار. ذي باهي للتلفز أما مش للمتفرج. نجم تقول لي اللي برشا الناس قاعدين يتجاوزوا في القانون هذا، وأنا أقول لك كلامك صحيح، والتلفز في رمضان قاعدين يتجاوزوا في الوقت المسموح به. وحسب تقرير الهيكا في 2019 فإنه الحوار التونسي والتاسع هزوا 80% من سبوت بليسيتير ومداخيل نتاعهم وحدهم ما معاهم حتى حد. لهنا يمكن تبدا تفيق علاش التلفزه الكل مش بياخذ حظ. هالتسكيره نتاع المارشي نتاع الاشهارات في رمضان خليت الانتاج التونسي يقعد ضعيف ويطلع علينا مريره بركه وقت التوانسه يحبوا يشوفوه في سير ليه. مش عام 12 شهر هو يتفرج في شوف لي حل وخطاب على الباب للمره الخمسين. في الاخر نحب نقول لكم انه التوانسه كي لقاو خدمه باهيه يشيخوا عليها ويتفرجوا فيها فانهم يدزوها كيف ما عملوا مع النوبه عناول والا الحرقه السنه. اما في نفس الوقت نجم كونسومي مسلسلات اللي بطريقه مباشره ولا غير مباشره تاثر عليه بالخير. صحيح وانه قاعدين نتحسنوا ونقدموا عام بعد عام، اما قيد اللي راهو خدمه خارج ايام رمضان وفي سير ليل. ياك هاو عاد بعد تفرج في المسلسلات وتشيخ وتركش وتركح امورك، تفرج في الحلقه واعمل جيم وابوني وحط لنا كومنتير وها الانستغرام تاعي، الانستغرام تاع نويت، وانا نشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي. Thank you.